اهلا بيكم في معرض هيما شوب بالالعاب الاطفال. بنقدم لكم النهارده سياره جيب مميزه، جيب 4x4، تصميم قوي جدا، تصميم مميز زي ما احنا شايفين مع بعض، تفاصيل كلها مميزه، كل حاجه في العربيه شكلها اكتر من رائع، العجل مميز، الاضاءه الليد الاماميه والخلفيه زي ما احنا شايفين مع بعض، كشافات بشكل مميز. تعالوا نشوف مع بعض الكشافات الخلفيه زي ما احنا شايفين، شكل مميز، عربية جيب زي الكتاب ما بيقول. تعالوا نشوف مع بعض مواصفات السيارة. عربية 6 موتور، معانا مجموعة ازرار قدامنا زي ما احنا شايفين، شاشة عرض وازرار ناحية اليمين وناحية الشمال بتوضح ازاي نستخدم السيارة او العربية بكل سهولة. ده زرار الهزاز اللي بيخلي العربية تتحرك لقدام وورا في وضع الثبات زي ما احنا شايفين كده، ونقدر نوقف الوضع ده بالضغط على الزرار الموجود قدامنا اللي هو علامة الحصان اللي هي الرن، تمام. بعد كده معانا زرار بيحرك العربية لقدام مع الضغط على الدواسة الموجودة بالأسفل تتحرك العربية لقدام، ولو رجعنا للزرار اللي هو الباك وضغطنا عليه بالشكل ده ورجعنا ضغطنا على الدواسة الموجودة بالأسفل أيضا العربية ترجع بينا لورا. معانا كمان مجموعة أزرار أخرى، زرار الخاص بالكشافات اللي موجودة في العربية، معانا وحدة تشغيل الموسيقى نوطي ونعلي الصوت منها، ونقدر من خلال الزرار ده نوقف تشغيل الموسيقى مؤقتا ونرجع نشغلها مرة تانية، مدخل USB لوضع فلاشة، كارت ميموري IOX. معانا دريكسيون مميز نقدر منه ندي كلاكس للسيارة أو نشغل الموسيقى، ريموت كنترول، حزام أمان، كرسي كبير يسع لفردين. معرض هيما شوب بالألعاب الأطفال بيقدم لك كل جديد في عالم الألعاب.